ما هو الشرط السادس من شروط الصلاة؟ نعم الشرط أخذ الزينة في الصلاة أفضل من ستر العورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم سدستين نوع مسفرت بلتون مشفن نو يصلاة مسفرتوش اللهم بقرآنو نانت يا آدم ليوش عورتات شهون شفنو بيا مسجدوا لله. العورات ثلاثة بلت سبال لصوت كفلا عورة مغلظة يعني نشدد فيها بلت ثلق بلت نبال وعورة مخففة نخفف فيها على اللي على فرطة قلاي بالال أستاترون قال اللي من نار وعورة متوسطة متاكلنيا حفرت قلاني بلال اسن متاكلنيا هنا نمنزل العوره المغلظه كبد على حفرت قلا يمنلاو عوره المراه يا سيت بلت حفرت قلا خرج بهذا الرجل سويه وسوا طبعت الحره خرج بهذا الامل مملوكه سويه بياش بيوطا البالغه خرج بهذا الصغير التي لم تبلغ يبلغ لك ما دام يدرس سوي ذبيت تستر جميع البدن الا وجهها ايه سو ايش جت باتك علي كنذي سوج باتك علي سو النتو اللي تشفن وانت تقطرت في تواسك وعند الاجانب تغطي حتى الوجه اجنبي كونه جن في توان هلا تشفن يقبات الثاني عوره مخففه خولتنياو ألا لهنا حفرة قلا عورة الذكر يا ذكر بلت من 7 سنين إلى 10 سنين كسبع تامات استسرامت يهونوت هي تعانات وجه يستر الفرجين القبل والدبر النذي يسقر موتانا يشنت موتان بتشانجي للا نقري لبتن غير المغلظة والمخففة متوسطة وماذا قلت؟ غير المغلظة والمخففة العورة المتوسطة ما بقي كله متوسط تلك هفرة قلاء نات النشو هفرة قلاء مكاكل مكاكل النار مالا من السرة إلى الركبة تقول باتو استنبرتو مع استحباب ستر العاتقين تكشاون كما شفنوا قال واخذ كامل الزينه في الصلاه اتك عليهم ملا سونتون كما يعزوا كما شفنوا قال